أنعم الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى هذا البث المباشر مع الحدث. والحدث تصنعه هذه الأيام أخبار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا في الغالب غير مبرر. كذلك في الأثناء مجهودات واجتماعات من أجل ضبط السوق وخصوصا حول أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتي قد يسبب ارتفاعها يسبب اختلالا وتراجعا في القدرة الشرائية لدى عموم الجزائريين. اليوم اجتماع لمجلس الوزراء يخصص هذه الجديد في هذه القضية وتوجيهات من أجل ضبط السوق أكثر وأكثر، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك. إذن ارتفاع في مواد واسعة الاستهلاك، مواد غذائية وكذلك الخضر، هل من تفسير وهل من تدارك؟ وأين ذهبت كل تلك الشعارات المراقبة وضبط السوق ومحاربة المضاربة؟ وما الذي ينبغي فعله قبل شهر رمضان حتى لا تكون كذلك ارتفاعات أخرى في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع؟ للإجابة عن هذه الأسئلة أسعد باستضافتك سي حزاب بن شهرة، أمين عام الاتحاد العام للتجار والحلفيين الجزائريين. مساءك سعيد وأهلا وسهلا بك، مرحبا. شكرا سيدي على الاستضافة، وشكرا للضيف تاعنا الممثل تاع اتحاد الفلاحين. مرحبا ومشكور، كما أحيي كل المشاهدين قناة الحياة. أهلا وسهلا الحاج جعلالي، أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال باتحاد الفلاحين. مساءك سعيد وأهلا وسهلا بك، مرحبا. السلام عليكم، بارك الله فيك على الاستضافة، ونحيي الأخ بن شهرة اللي عندي بزاف ما شفتوش، مرحبا، نبارك له على المنصب اللي راه فيه. طيب الحاج جعلالي نبدأ، نحيي إخواننا المواطنين اللي هم يشوفوا فينا. معليش نبدأ معك الحاج جعلالي. نعم. بكل صراحة اليوم حديث العام والخاص وحديث وسائل الإعلام وشبكات التواصل مادة البطاطا، على اعتبار أنها من أحد المواد واسعة الاستهلاك، تضحك كثيرا ما تتحول إلى موضوع وما زال ما كملناش معها. ما زالت البطاطا وأسعار البطاطا في الجزائر نخصص لها يا للأسف الحصص، ونخصص لها الاجتماعات وتكون في الصفحة الأولى في الجرائد كل مرة تحت تبرير وتبرير وتبرير. هل يمكن أن نصل إلى تشخيص واضح ومفهوم ونهائي لسبب هذا الأسعار لمادة أساسية ومهمة وتكاد تكون المادة رقم واحد حتى نبدأ بها؟ شكرا، أولا شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة لهذه الحصة لتنوير الرأي العام. وبعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف سيدي الفاضل، اليوم احنا يرانا أمام يعني حقيقة، والإنسان اللي عندما يروح يواجه الشعب واللي يروح يقول للناس ما عليه إلا نقوله، يعني نعطوا التحليل تاعنا الواقعي اللي في الميدان. صحيح. لأنه أنا إلى حد الساعة اللي راه مضرينا أصحاب التحاليل تاع البيروات، الناس اللي راهي قاعدة مر البيروات وراهي قاعدة وتدير في واحد الدراسات وتعطي في واحد الآراء، ولكن هذا الآراء أنها اللي نروحوا نحبوا نطبقوها في الميدان نصيبوها حاجة واحدة أخرى. محللين كيف تقصد؟ يعني في التلفزيونات والإعلام أم مسؤولين في الإدارة؟ درك نقول لك شكون هما الناس هذو. هذا الناس يخرجوا من المناسبات، النهار اللي البطاطا دارت 12 دينار والفلاحين فلسوا، صبنا إلا سيدي ربي وبعض الإخوة في الحكومة اللي شافوا معانا بالشي اللي يقدروا له. ولكن عندنا حوالي أكثر من شهر كي كان الجني والبطاطا عودت ولات للحالات نتاعها ولا واحد يتكلم. من حقهم البطاطا نهار اللي عودت طلعت. يعني الناس كاين مواطن ما يقدروش يشرو، كاين طبقة قدرة شرائية منخفضة، كاين ناس مغبونين، كاين ناس ما يخدموش، كاين ناس راهم يقولوا واحد راه يخلص 1,800,000 ولا 2 ملايين. أنا نقول كاين ناس اللي ما مشي يخدموا كاع ولازم لهم ياكلوا. طيب 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 ويشرب. صح، خلينا نروحوا للمشكل. أنا نروح لك للمشكل دركا، ماهوش مشكل في الحقيقة، احنا نروحوا للحدث. اليوم حنايا عندما نتكلموا على المادة تاع البطاطا، أنا نعطي لك الحقيقة تاع سيدي الفاضل، أنا نتكلم لك على الولاية تاعي اللي جيت منها وننجم نعممها لك على الوطن. اليوم أنا مضاري عين الدفلة وراني بكل مسؤولية مسؤول على الكلام تاعي واش راني نقول، مضاري هذه لاريار سيزون اللي تنقلع دركا ورانا ناكلوا فيها، عين الدفلة مضاري نديروا 7,000 شي مرة تروحنا ل 8,000 وواحد السنوات حتى ل 10,000 قطار كي كانت المياه والأمور لاباس. في هذا العام سيدي الفاضل بكل مسؤولية وأنا رئيس غرفة في هذه الولاية 4,250 هكتار.
عندنا 3000 قطار هبطت لنا من السنوات الماضيه نتيجه 5 سدود اللي كنا نسقوا بهم. اليوم ذوك السدود الدوله الجزائريه من حقها مخليتهم للماء الصالح للشرب. البطاطا تاع 4250 قطار وما سقيناهاش، ما كانش عندنا الكفايه التامه باش نسقيوها نظرا لاناب اللي هبطت. وبعض الفلاحين نعرفهم بكل مسؤوليه راح كرا دي صوندا 10 كيلومتر بعاد على الحقل تاعو باش سلك البطاطا. إذن البطاطا نقصت من ناحية المساحة، نقصت من ناحية الكمية، ولكن هذا ما يمنعش أننا في الأيام الماضية ب 4250 هكتار رانا دايرين مخزون لابس به تحت إشراف سيد وزير الفلاحة. قدمنا منتوج، يعني بعض الناس المغرضين اللي راهم يخلطوا في البلاد. لا لا اسمح لي للتوضيح، للتوضيح رضوان نعطيك فكرة، الشيخ. لا أنت تقول هذا الأسباب، أنت معذور وأنت فلاح وتتحدث بس. لا راني راح لك للهدف، لا تحوس عليه. راني راح لك للهدف، يقول لك لا المضاربة المنتوج. أنا راح لك ليها. الأسبوع اللي فات جبنا كمية من البطاطا الفلاحين تو عندي فلا بعناها ب 55 دينار في العاصمة في باب الواد وبوشاوي. كذلك رانا مخزنين كمية تحت إشراف وزارة الفلاحة لمواجهة لابيريود دو سودير تاع مارس وأفريل. عندنا خوتنا في سكيكدا، عندنا خوتنا هنا في بومرداس، عندنا خوتنا راهم في معسكر، راهم داسين كميات تاع باش نواجهوا بهذا المحر. ولكن نطرح سؤال اللي راك تحوس عليه أنت. بماذا نفسر؟ درك راني بكل مسؤولية، هزوا الكاميرات نتاعكم، امشوا للحسينية في بومدفع، البطاطا 65 دينار من أحسن النوعية، كي نهبط للعاصمة نصيبها ب 9000 ولا 11000، علاه؟ نروح لك أخطر من هذه، اللي نفرضوا يقول لك في واد تشوف سواد 7000، لنسلم، أنا ماشي تشعل، لنسلم وسوات 7000 في واتشوف، بأي حق تلحق 11000 العاصمة؟ لكن شكون اللي راي، لا شكون اللي راي يدير 4000 في كيلو في نهار ولا في يوم؟ معليش اسمع لي، قبل دقيقتين كنت قلنا أنه الإنتاج تراجع. نعم. إذا أنا عندي تناقض. ماهوش تناقض، حبيت نقول لك لا درك نقول لك لا مانيش متناقض سيدي الفاضل. تطلع السومة لأنه المنتوج قل، ولكن ماهوش ندي 40 دينار في الكيلو. طيب. ما بين الفلاح وما بين التاجر. ما بين الديتايون، انا ما نقولش تاجر. معليش صح. خلينا نروحوا سي حزاب بن شهره، امين عام الاتحاد العام للتجار والحرفيين. كثيرا ما نسمع جشع التجار، المضاربه، الربح السريع، وكل واحد يتقاذف مسؤوليات. اكيد المسؤول في الاداره يقدم حجج، وسيجعل لي مثل الفلاحين والفلاحين يقدمون حجج، واكيد سنسمع منك انت حجج. في النهايه عدة مواد واسعة الاستهلاك بأرقام خيالية، يعني البطاطا 110 دينار لمن استطاع إليها سبيلا، والخوف كل الخوف، واليوم اجتماعات وخايفين من شهر رمضان. احنا نخافوا كي يجي رمضان. شكرا. في الحقيقة سيدي الكريم، شهر رمضان الكريم احنا كمسلمين نفرحوا له كي يجي، وحنا نتمنوا باش هذا الشهر يكون احسن من السنوات الماضيه. لكن كي نشوفوا الواقع المر اللي انا عايشينه، كما تكلم الصديق تاعي، من الناس اللي خاطيهم المهنه، اللي بعاد على كل مهنه ويفرضوا علينا قوانين ويفرضوا علينا اشياء اللي ما تنجموش نجسدوها في الميدان. احنا نتكلم انا على ماده البطاطا، ولو اعطاكم نصائح البطاطا لانه من الميدان من اهلها. احنا كتجار التاجر ندا باش يدي هامش ربح، كي ما يكونش كاين هامش ربح انا نقول السوق الوصيه ماهيش قادره تنظم السوق تاعها، ماهيش قادره تنظم السوق تاعها. وما دام السوق ما تنظمش ما تحكموش في الاسعار، السعر شكون يديها؟ يديها العرض والطلب. كي نتكلموا على التجار نلقوا الناس اللي تمارس هذه المهنه كاين اكثر من 50% اللي ماهم لا تجار لا والو، والغلطات تستمر وتزيد. كي يقول المسؤول الاول على القطاع يقول لك بطاقه التعريف الوطني نخدم سجل تجاري متجول. الواحد هذا يزيد في الفوضى، ماهوش ينقص في الفوضى. كي يقول لك الفلاح يبيع المنتوج تاعه، هذا يزيد في الفوضى، ماهوش ينقص في الفوضى. احنا كي يقولوا كي ياخذوا هذه الاجراءات اللي بعاده على الحقيقه، بعاد يسون طي لوان دو رياليتي، وقال لك وحنا نتقبلوهم ما يشاوركمش فيهم؟ ما شاوروناش. كي ياخذوا يهدوا السعر يديها العرض والطلب،
مهما كان انا نقول نتحدى اي واحد اللي يقول لك نتحكم بالاسعار السعيدي العرض والطلب. وإضافة ما قاله أخويا فيما يخص البطاطا، أنا شفنا سنة دي تقريبا أنا في جفاف، النقطة الأولى هو الجفاف ما عدناش باش نسقط البطاطا. النقطة الثانية اللي ما قالهاش خويا هو القانون هذا اللي داوه مشحف، الناس اللي خزنوا البطاطا عندهم 30 عام حبس إلى غير ذلك، وداء باسكو عطاهم دو فوس انفورماسيون المسؤول الأول عن القطاع، ولهذا مشاو لنا لهذا القانون اللي خلى الناس ما توفاش وما تزاعش وما تديش الانتاج اللي كانت تدي في السنوات الماضيه باش ما يقعش في مشكل. يعني ما نضموش ما نحاربوش المضاربه، نخلوهم كيما حنا. لا 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 المضاربه نحاربوها بصح ماشي بهذه الطريقه. كيفاش نحاربوها؟ دوك كيفاش نحاربوها؟ نقرعوا التجاره الموازيه، لان هذه المضاربه عندها سوق وين تبيع السلعه تاعها. معليش شفنا على الاقل صور ومداهمات، وين انت قلت عندك مشكل مع التاجر اللي فوضوي، شفنا تجار وشفنا ناس تخزن في 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 في, في السلعه وما تعرضهاش حتى يجيهم الدرك ولا ذلك ويلقاها مخزونه. يعني ما نقولوش الا التاجر العشوائي، فيه تجار وشفناهم، اللهم اذا كذبنا فقط المداهمات والفيديوهات وشفناهم موجودين وينتشروا وكل جزائريين يتابعوهم. شوف سيدي الكريم، انا مانيش ما عنديش شك في الكلام اللي تقول فيه. تجار ماهمش كاع نزهه، نعم ماهمش كاع ملائكه، لكن انا نقول لك باللي اغلبيه تاع حد الناس اللي شفناهم هادو تبييض الاموال. هاد الناس هادو هما اللي في المناسبات يغدي شيء. واخويا اللي ايد سيبيرات في حومه تبييض اموال. نعم سيبيرات في حومه تبييض اموال. لا انا نتكلم على المخزنين، المضاربين الكبار، مداهمات لمراكز تجاريه صغيره ماهيش كبيره ومخبيين السلعه وخاطين هذاك هذاك كل واحد مسؤول عن المال تاعه. لكن باش بو جينيراليزي بو جينيراليزي باش نعمو باش نعمو كاع الناس باللي ماهم يديروا المضاربه وما عرفش الناس ملاح والتجار. انا نقول لك اولا 50% تاع اللي ماهم التجار كل الغلطات والتجاوزات اللي يقوموا بها انا نسموها على التجار. اولا انا نقول لهاد الوصيه اللي عندها في كل ولايه عندها مديريه وعندها مديريه جهويه وعندها وزاره وعندها منا وهم خالصين على هذا الشيء، انا نقول لهم النقطه الاولى اللي نبدو بها وهو تنظيم، ينظموا لنا السوق. السوق ما نظمناش؟ ماهوش منظم ولا شيء ولا شيء ولا خطوه ولا خطوه. كل ما نسمعه في التلفزيونات والخطابات والخرجات وما درنا والو. هذوك حلول تلقائيه، نفس المشكل نطيحوا فيه منها. كيف يعني غير مدروسه؟ غير مدروسة في الواقع لا تطبق. نبدو بالبداية باش نطلعوا من الدرجة الأولى ونمشوا. احنا باغين حلول تلقائية وحنا ماناش منظمين السوق. احنا انا نعطيك مثال، البطاطا هذه أول ما طحنا في مشكلة تاع البطاطا، الزيت لأول ما طحنا في مشكلة تاع الزيت، الحليب لأول ما طحنا في مشكلة تاع الحليب، الخبز لأول ما طحنا. لكن كل موسم فيه موضة. كل موسم احنا علاش ما نشوفوش حلول نهائية؟ وانا دائما نتكلم ونقول باللي الاتحاد العام للتجار الحرفيين ماهوش قوة مطالب، قوة اقتراحات. نعطوهم الاقتراحات ونشاركوا معاهم في الحلول ونغدو للامام ونصفوا هذا السوق، لكن هما ياخذوا قرارات تجارية ما يعرف والو ويفهم القرار تاعه. ولهذا انا احنا نعانوا من هذه المشاكل. غادي نفهمك على هذه الاسواق اللي باغي نديرهم في انبار. شكون يستفاد؟ شكون يبدا يبيع في هذه الاسواق؟ اي واحد ما عنده لا سجل تجاري لا والو. تيك من موسم رمضان هذاك يوالف مدخول ومن التجاره، ما يبغيش يحبس، وين يبدا؟ التجاره الموازيه. هانا نوسعوا في الرقعه تاع التجاره الموازيه. ولهذا مشكل. انا كنقابة ما عنديش الصلاحيات باش نقدر ننظم السوق، ما عنديش. اللي عندهم الصلاحيات يبدو ينظموا السوق. طيب الحاج علالي يقول لك انه فيه اشكال بين القوانين وما نقدمه وما نستعرضه في المكاتب والقرارات وبين الواقع، هناك اشكال في التطبيق. احنا المهم انه نريد في اقرب وقت ممكن حتى يستفيد المستهلك في النهايه، اذا كان نتخذ اجراءات ثم غير موجوده على ارض الواقع ما فائدتها؟ شوف صلي على النبي، انا راني معاه في الطرح نتاعو والدليل القطعي. عندنا حوالي شهرين السيد رئيس الجمهوريه الله يذكره بالخير يقول في كلام في بيان رئاسه الجمهوريه باسم الوزراء، ديروا كل الاجراءات مع احترام خصوصيه الفلاحه والفلاح الجزائري.
معناتها السيد رئيس الجمهوريه عندما يقول هذه الكلام ما قالوش باسكو حب يقول، قال لانه عندنا خصوصيه في الجزائر اللي راهي تمتد الى سنوات، وهذه الخصوصيه حباش نكونوا واضحين وما نكذبوش على شعبنا وما نكذبوش على انفسنا، حتى الطبايع الشينين اللي راهم في سنوات. انا نقول هذا الطبايع الشينين، انا نقول لك بلي والله ما يتسقموا من اليوم الى اخر. ولكن راني رايح لك لواحد الموضوع اللي راك تحوس عليه انت ناسي سي رضوان، وراه شاريه الاستاذ الفاضل. اليوم احنا كي نروحوا للقطاع الفلاحي رغم الظروف، شوف الماء المياه خلينا رانا شفناها، الافلاس تاع الفلاحين في المرحله تاع الكوفيد اللي بعنا السلعه تاعنا باطل وفرحنا كي وكلنا الشعب تاعنا، عندنا زوج رمضانات كنت نتكلم مع الاخوه فوتناهم في اريحيه لا باس بها، هذ الفلاحين خدموا. اليوم انا نطرح لك سؤال وماذا بيا يجاوبوني الناس اللي كنت تقول انت خبارة او بعض الناس اللي راهم يجتهدوا. شوف الفلاح هو اللي يكري الارض، الفلاح هو اللي يشري لانجلي بمليون و400، الفلاح هو اللي يتعرض للجفاف، الفلاح هو اللي يشري الزريعه ب 18 ألف للكيلو مليون و800 قطار، الفلاح هو اللي يشري الادويه، كل الاخطار تاع الفلاح سواء في الدجاج، سواء اخواننا الموالى اللي العاصمه عمره وشافها ويخدم علينا يوجد لنا في اللحم، سواء الاخوه هنا في الشمال اللي وجدوا لنا في الخضروات منها البطاطا وكاع، وكل الاخطار دراهم هذا الفلاح هو يقيسهم تحت الارض ويستنى الا البركه تاع ربي، كي يقلعها ونجو رايحين نوجدوها يتبلوا علينا الناس يبداوا يسبوا في الفلاحين اللي ذي الناس راهم يسبوا في الفلاحين، والله ما قدروا الى حياتهم في حياتهم ما زرعوا حتى حبه تاع قمح، وهذا عيب. لانه بعض الدول وبعض الشعوب راهم يقدسوا الفلاحين، لانه كاين فلاحين من الربعه نتاع الصباح من اللي راح من صلاه الفجر والله ما يعرف ولاده واش راهم يديروا حتى يولي العشيه. معليش حاج اسمح لي، لا خليني ما اعتقدش انا لحد الان ما سمعتش واحد يلوم الفلاح في علاقه لي. اسمح لي انا عندما اشوف اسمح لي خليني نقول لك اسي رضوان يرحم الشيخ فضل. شوف الصمت مليح خويا، اليوم احنا كاين واقع عايشينه، احنا الفلاحين راه صارينا كيما السيد طارق بن زياد الله يرحمه قال لهم راه العدو امامكم والبحر امام وراءكم، وقدامنا كي نبداو نخدموا عندنا كل المواد اللي نديروا بها الانتاج لهبط بما فيهم الطبيعه، كي نوجد الانتاج اون با تشونس ما عندناش الزهر نصيبوا طبقه هشه. اليوم لابد باش الحوار يا سيدي الفاضل، القرارات اللي رايحه نديروها سيد رئيس الجمهوريه الله يذكره بالخير قال كلمه مشهوره، قال اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. اليوم القرارات اللي نديروها باش تطبق في الميدان ماذا بينا يستشروا الفلاحين في المجال نتاعهم، كاين اتحاد الفلاحين هذا الشريك، خرجنا من مؤتمر صارت فيه معركه انتخابيه امام الناس، خرجوا ممثلين اللي نمثلوا الفلاحين بصفه حقيقيه وندافعوا على الدوله نتاعنا وعلى شعبنا، ما عندناش شعب اخر نوكلوه، نطلبوا الا الحوار. ونقولها بكل نزاهه، السبت اللي فات السيد وزير الفلاحه عيط لنا، انا مشيت له وبحضور الامين المفتش العام ومستشار نتاعو وتكلمنا على البطاطا وخذينا تدابير وقلنا هذا البطاطا رغم القله تاعها نديروا اجراءات باش ماشي، لانه الغلاء غلات لانه راهي قليله، واش هي؟ نهبطوا من هامش الربح تاع بعض الناس اللي انا قلتها لك ونعاودها لك، انا مسؤول خويا. روح درك غدوه ما تامنونيش، روحوا للحسينيه في بومدفع، ما هو المبرر 65 دينار بكل مسؤوليه ونجي للعاصمة نصيبها 10 آلاف؟ أين الخلل؟ الخضروات لماذا في القليعة تسوى زي وكي نجي للعاصمة في الروتشار وفي سوق الملح نصيبها النار عجايز ما تقوش يشرو؟ من يجيبك على السؤال؟ أي بجاوبني؟ من يجيبك؟ لا بد من تنظيم السوق. لا 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 من يجيبك على هذا السؤال؟ أه؟ عندك الجهه اللي تجاوبك على هذا السؤال؟ صلي على النبي، صلي على النبي، صلى الله وسلم. وانا اليوم كفلاح الا كان اللي رانا منطقيين ونخافوا ربي نروحوا اخرجوا بالبريكات تيليفيزي تاعكم، اخرجوا للاسواق، اخرجوا للاسواق. انت طرحت سؤال انا حبيتك تجاوب، من يفترض ان يجيبك على السؤال؟ انا جاوبك ولا انا جاي؟ ما تجاوبنيش انت، انت صح عندك جهه لازم تسال السؤال. انا راني نقول لكم روحوا انتم عين الشعب وعين الدوله، روحوا للاسواق بجميع الوطن الخضره اللي راهي تدخل يوميا وروحوا شوفوا الى الفلاح راهم يخدمونا. معليش خلينا نشوفوا حزاب بن شهره بلاش يجاوبني، يطرح سؤال يقول لك اين الخلل وجاوبوني، شكون يجاوبه؟ انا نجاوب الوصيه لكن احنا نجاوبوا. معليش معليش نجاوبوا باسكو عندنا حسن النيه وما عندناش كما قال اخي ما عندناش بلاد واحده اخرى من غير هذه، ولازم نساهموا كل خير، لازم نغدو الى ما هو احسن بال 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 بالجهود تاع الجميع. اليوم احنا كتجار
نطالبوا اولا ينظموا لنا السوق، ثانيا احنا ماناش بين الفوطة نخدموا بالفوطة باش ويحدوا لنا همش بحالنا قابلين، لان التاجر عنده مصاريف ولداء التجارة باش يدي الفايدة. التاجر ما يخدمش بدون فايدة، لازم لها همش بحال تاعها. باوك احنا كي دخلنا في بعضنا بالله بالله ينتج بارك الله فيه، هاي كل مجهود تاعه والطبيعة ضده والغالة من وراه والأسمدة غالية، الله يعاونه وإحنا نقد شهر بالله كما قال خويا. إحنا تجار نبيعوا المنتوج تاعه، نبيعوا المنتوج تاعه، لكن المنتوج تاعه وين راه يغدى؟ إني با كونترولي، ماهوش مراقب، من يغدى؟ فيه وساطة، فيه وساطة لأن يغدى. تكلم قال كلمة، قال في الحسينية 6000 ونص وهنا 9000، وين من الحسينيه باش يفوت لهنا يفوت عنده وساطه؟ من يراقبها السي بن شهره؟ الوصيه باه، وانا باغي نلعب الضوء تاع الوصيه ولا الوصيه؟ انا قلت لك قبيله وإذا تحصي قلت لك فيه كل ولايه فيها مديريه وكل مديريه فيها اكثر يعني من بيني وبينك الناس ما يدير في خدمتها، يعني ما يدير بخدمتها، هذا هو ما يدير بخدمتها. والمسؤول الاول ما التصريحات موجوده بان المسؤول الاول ما هوش قادر يسيء، لا التصريحات موجوده باننا نحارب المضاربه، ومره على مره نشوفوا مداهمه، ومره على مره نشوفوا حجز، وكل يوم المسؤول الاول ما يقدرش يداهم يحقق الفلاح في السوق ولا يحقق التاجر في السوق شحال البطاطا تعطيني يجيس منها. المسؤول الاول عنده لو بيرسونال تاعه وعنده لي كونترول تاعه يبعثهم. المسؤول الاول هذاك سي دو سينما، أنا نقول لك مسؤول له يحترم نفسه يقعد في المكتب وعنده اللي يمشي، هو ما يمشيش في الأسواق، يبكر الأسواق ويقعد يقبض فلاح مسكين يقبض يقول أنا نسيزي لك البطاطا وندخلك الحبس. مشي بهذه الطريقة نتقدمه، مشي بالتهديدات نتقدمه. أنا كنا نتكلموا بالحوار، هذا فلاح وأنا تاجر، أنا مجمعين على طاولة وأنا نتكلموا منه، لكن في الأخير لازم هو يعاوني وأنا نعاونه. طيب طيب سي بن شهره، احنا تعودنا أنه ربما تاجر التجزئة هو في النهاية هو اللي يسمع الكلام، ها؟ هو في النهاية هو اللي يسمع الكلام أنه السعر قد زاد وإلى ذلك. عندكم شكاوى في هذا الإطار؟ من شوف سيدي الكائن ما له حيضة، وأنا سميتها ورقة حقرة. ما له عيدة، كل الحلقات اللي بها الأسعار من عند الفلاح إلى تاجر الجملة إلى قاع ما يدروش بهم. كي يجوا عند تاجر التزيئة أعطينا الفاتورة. علاش فاتورة؟ بيعنا بالسعر اللي نبغوه ولا أعطينا الفاتورة؟ يعني أنا نقول لك أنت مسؤول في هذه الفاتورة وجيبها لي ودين لي هامش ربح ونديه. ما كاش بصح في الحقوقة كاين، كي يبغي الفاتورة ما يطلبش، ما كاش اللي يطلب الفاتورة وما كاش اللي يخدم بها إلا الأقلية ولا فاتورة ولا عند ما كاش اللي يخدم بالفاتورة. بصح كي نبغوه نحق واحد قال البطاطا غاليه شحال البطاطا 10000 قال اعطيني الفاتوره، هو على باله بلي ما كانش فاتوره، ولهذا احنا سميناها ورقه حقوق. احنا نقولوا بلي نظموا لنا السوق وابدوا لنا الفوطه من الحلقه الاولى من عند المستورد من عند الفلاح من عند المصنع من عند وهودوا لنا حتى البائع التجزئه. انا معاك حدوا لنا همش ربح باش ما نقول، لان هذه التجاره هي مهنة الأنبياء والأصول، لأنهم اليوم يقولون لنا بلي التجار الفجار وحتى اللي يبيع المخبئات الجشع نبيلة حتى اللي يبيع المخبئات سماوه تاجر المخبئات. التجارة هذه بهدلوها شريفة، وأنا نسمعوا ما نسمعوا شريفة قلت لك قبيلة اللي يخدم المخبئات، وقلت لك قبيلة بلي هذه 50% اللي ما قدروش ينظموها كاع الغلطات والتجاوزات اللي دي هذه 50% تتسمى على التجار الحقيقيين. ولهذا انا نقول لهم كفايه، انا واجدين نضحوا معاكم باش ننظموا السوق، انا واجدين نشاركوا في تنظيم السوق جايك صح. لكن كيما نشوفوا يا فولونتي بوليتيك بلا با دو مسيو البريزيدون دو لابيب، كاين سيد رئيس الجمهوريه كاين اراده سياسيه باش ناخذوا لما هو احسن، لكن لتحت نلقوا تجاريه نلقوا ناس تخلط دخلونا في حيطان سي يا ناصر. المواطن هو اللي يعاني، نعطيك على سبيل المثال ونتكلم على سبيل المثال، يقول لك بلي باش نحموا المنتوج الوطني نزيدوا اون تاك دو 30% في لي برودوي اللي يجيبهم من الخارج.
يا ودي وين المنتوج الوطني كي يكون عندنا الاكتفاء الذاتي جاي الى هذه المساله ولكن طول بالك برك نروحوا الفاصل القصير ثم نعود ابقوا معنا مشاهدينا أهلا بكم مجددا مع الحدث نواصل دائما في تداعيات هذه الأسعار التي التهبت فيها المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في أسبوعين تقريبا سجلنا أرقاما مرتفعة للكثير من المواد الاستهلاكية من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. قبل الفاصل كان يتحدث حزاب بن شهرة ورحب بك مجددا أمين عام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. توجه إليك الحاج علالي أمين وطني مكلف بالإعلام باتحاد الفلاحين. كان يتحلم سي بن شهرة عن بعض الرسوم التي فرضت وأنها كانت لديها تداعيات على المنتوج المحلي، ربما في مجال الفلاحة هناك شكاوى، وكنت راح نتكلم لك على المواشي وعلى اللحوم الحمراء ولغذلك ونحن عشية شهر رمضان، هناك مخاوف حقيقية تطرح من قبل المربية المواشي ولغذلك والموالين، نخشى مرة أخرى أن هذه المادة تزيد ترتفع أكثر وأكثر ونكاد نعرف ما هي الأسباب. شوف سيدي فضل. شكرا ويفضلك ربي، خليني نروح نعرج لك قبل ما نروح المواشي نعرج لك القضية اللي عندي أنا فايت شهرين أنا تكلمتها في التلفزيون العمومي. والله ما عندنا لا نقال أجمل، ما نكرهه حتى واحد، وما عندنا عندنا بلادنا، وأنا عندي حاجة، عندي صاحبي البارح دفناه الله يرحمه برحمة الله، علمني كلمة ونقولها ونعاودها. هذا الإنسان وكيل الجمهورية الله يرحمه مسكين برحمة الله، قال لي الإنسان اللي يروح للقبر الكفن ما فيش الجيب الشيخ إلا ما فعل ربك. شوف أنا عندي شهرين يكلموني ورئيس المجلس المهني نتاع الخضروات السيد بشير ناقة مازال حي تلاقى بيا في سطوالي شربنا قهوة نويه قدام القهوة تاع الفلاح قدام المسجد الفلاح يشتكي من حاجة عندنا لي زبريد اللي جونا من الخارج البذور باش نديروا الطوماطيش والفلفل والخيار باش نديروها الشتله باش الجماعه نتاع البيوت البلاستيكيه يديروا لنا الطوماطيش والفلفل والخيار يحجزوا في البور بحكم انه ما بدلوش لي ريجيست كوميرس كي قعدوا ثم راح هذا رئيس المجلس المهني وعلى الحساب نتاعو تنجموا تعيطوا له تجيبوه هنا راح قال لك استقبلني السيد وزير التجاره جزاه الله خير قال له قلت له يا سيد الوزير أنا يا هذا المنتوجات عندهم وقت اللي بيبينير باش يخدموهم محدد الدين ديروا لنا رخصة نخرجوا هذه البذرة باش نزرعوها ومالي لي ريجيست كوميرس ومالي لي ريجيست كوميرس يسقموك وقتهم بالعقل قال لك ولكن الشيء هذا سي بشير مازال حي قال لك الإخوة زملاء تاعنا في القطاع الصحي داروا لهم إن إكسبسيون استثناء تاع لي برودوي فارماسيتيك لانه الوباء ومن حقه ولكن حنا في القطاع الفلاحي ما صرناش اليوم الطوماطيش والفلفل الطوماطيش 18000 ولكن حنا يتهموا فينا حنا هذا الامور الخفيه ما كاش اللي راه يهضر علينا سيد الفاضل حنايا وعلاش حتى يخلوا لنا المنتوجات اللي ما عندناش ورحنا خدمنا على حساب الاخوه خدموا بالستوك اللي كان العام اللي فات يا سيدي هذا القطاع الفلاحي عندما يتكلم سيد رئيس الجمهوريه ويقول عنده خصوصيه يشاورونا كمهنيين ما نصرفوش معاهم احنا ولكن نعطيهم الخصوصيه تاع القطاع يا اخي اليوم الشتله ما تستناش الريجستر الشتله ما تستناش الارتيكل الشتله عندها وقت عندها ان سيكل دو برودكسيون توجد تخرج من عند البيبينير تروح لعند الناس وتولي طوماطيش وناكلوها وفلفله وا 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 ولكن كاين ثغره درناهم اليوم رانا نتكلموا فيهم نطلبوا الا وقلتها وعاودتها الى المره الالف ونخافوا من سيدي ربي النهار اللي تولي في أمورة الفلاحين يعيطوا للمهنيين والمنظمه نتاع الفلاحين باش نعطوا لهم الراي الصائب فقط هذا لا يحدث لا اكثر ولا لا صاريه في وزاره الفلاحه لا اله الا الله محمد رسول الله نقول لك السيد الامين العام تاع الاتحاد راه في اتصال يومي مع السيد وزير الفلاحه في اتصال وفي تقارب والنتيجه لا لا, لا 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 في اقتراحات وشفناها بعينينا سمعناه الكلام هذا سمعناه سمعناه كل معليش انت سمعته انا راني نقول لك واش كاين لو كان هذا الوزير ما نجتمع ونتصل والتقينا الوزير اسمح لي لا 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 ماشي لا في راسك سير لا شوف السيد عيط لنا على البطاطا
عيط لنا على الموالة، وراني رايح نتكلم لك على الإخوة الموالة. أنا جالي موال عيط لي منين؟ علاش؟ علاش اليوم الفشل تاعنا إحنا سواء كإداريين ولا كقطاعات نروحوا نردوه ونتهموا في الدرك والأمن والعدالة؟ العدالة والدرك والأمن نخلوهم على جال، لأنه الدرك والأمن والعدالة يتحركوا بشكاوي إدارية. هل إحنا الإداريين خدمنا خدمتنا؟ اليوم أنا عندي موالة عيطولي من واتساك اسموها من الغواط، قال لك كثر خير الدولة تاعنا اللي راهي تحارب في المضاربة، وكنت نشري النخالة اللي كانت تسوى 180,000 عند المطحنة يلحقوها لي 450. قلت له إيه؟ قال لي اليوم الخروف النعجة اللي نوكلها النخالة باش ترضع الخروف، وذاك الخروف من على 4 أشهر نذبحه ونقدمه لحم، ما صت لا ب 400 ولا ب 180,000. جايك مرة أخرى اليوم نروحوا للأسواق. جايك نروحوا. اسمح لي نكمل النقطة هي الحساسة. درنا إجراء تاع محاربة المضاربة، أين التعويض التموين تاع الفلاحين؟ وين راه؟ اليوم الفلاحين ما عندهمش الشعير مثلا، اليوم الفلاحين ما عندهمش النخالة. يا سيدي الفاضل انا ماذا بيا تكون مواصلة الاجراء. قال اليوم هذا المضاربين مليح اللي كانوا يشربوا لنا في الدم تاعنا، ولكن خرجوا لنا النخالة من عند المطاحين واعطوها لهذ الناس. راجع لك مرة اخرى. بارك الله. حزاب بن شهرة امين عام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. طيب نأخذ على الأقل آية نوعا ما جيدة وإيجابية، هو استحسان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لانخفاض العجائن تحديدا بتقريبا وصل إلى 50%، وقال أن هذا الناتج أنه فعلا أسعار مدعمة أصبح يبيعها الديوان الجزائري المهني للحبوب للمنتجين. هل نلتزم بهذه الأمور لما يكون فيه تدعيم وبالتالي الإنتاج يكون واضح والسعر يوصل أقل للمستهلك؟ هل هذا الأمر كذلك فيه ما يقال؟ أها تسهيلات ومساعدة. أول نحن ما نتموش الوزارة في الفلاحة، لكن على حساب اللي زيكو اللي عدنا وعلى حساب منا مدى بيا من هذا المنبر نشكو السيد وزير الفلاحة الحالي لأيدي في مجهودات جبارة، بس كنا إحنا نتبعوا الأحداث ونتبعوا هذه، ونشكر كل الوزارة تاع الفلاحة، ونشكر حتى الوزارة العمال تاع وزارة اللي مغلوبين عن أمرهم تاع وزارة التجارة. طيب. مغلوبين عن أمرهم. نروح يلا. إحنا يا في الحقيقة هذه حاجة واضحة، كي المادة الأولية طيب 50%، المنتوج طيب 50%. المنتوج دونك اذا كان غالي يعني ماشي التاجر هو المسؤول. الماده الاوليه شكون يقولها؟ انا غادي نتكلم على الوعود اللي نعطوها وما نشدوش فيها. كنا نقولوا اسبوع نقضوا على ماده الحليب المشاكل، مازال ماده الحليب موجوده. كنا نقولوا ناكلوا اللحم ب 50,000 ب 80,000، ما كليناش ب 80,000. العام اللي فات كنا ناكلوا دجاج، اسمح لي، اللحوم البيضاء ب 50 كليناها ب 50. قد يقول لك القائل انه كانت فيه تقديرات انه هذا المسؤول قدر ان الامور تكون عدل، ما مشاتش فما جاتش هذه الاسعار. لا ما مشاتش الامور، ما يعطيش كما ينبغي، ما يعطيش ما تحركتش كل الاله. لا لان هو بالتجاريه تاعها ما خلاش الاله تتحرك. زاد يلافيني الآلة. احنا نشوفوا هذا اللي عنده خاتم سيدنا سليمان يوكلنا اللحم، كان يقول لك مشاكل تاع اللحم وتاع نزالة وتاع منا. يعني لما يسمع الموال هذا الكلام ما تدخلش في راسه. كي يقول لك لو بوسا الفلوس كان يسوى ب 5,000 6,000 أي يسوى ب 25,000. نعم اسمعني، الماكلة تاع غير خيال. وعاود كمل. تعرف واش قال لي البارح رئيس المجلس المهني تاع اللحوم البيضاء في عند فلا؟ قال لي كي نوجد، قال لي شريت الفلوس ب 24,000، قال لي كي وجدته في النهارات راني نبيع فيه واجد برا. قال لي معناتها الفلوس دانجور كلالي كيلو. طيب كلالي كيلو. خليني نوصل. العام اللي فات درنا حمله وقمنا وامضان ونحاولوا ناكلوا اللحوم البيضاء ب 25,000. نعم انا كليتها ب 25,000 اللحوم البيضاء اللي جابوها باعوها لنا هنا في الصافاكس، لكن اللحوم مجمدة، هذيك لحوم مجمدة اللي تباعت قبل كي كان السوق رخيص تباعت ب 11,000. دونك ما عاونوش المستهلك. انا نظن باللي حتى هذيك صفقة على ظهر المواطن. دونك انا نقول باللي لازم أمركم شو بينكم. لازم هاد المسؤولين يشاورونا، لازم هاد المسؤولين ما ياخذوش إجراءات اللي ما نجموش نجسدوها ميدانيا، ما يعطوناش وعود. الخبز ديما حلول تلقائية،
من 1996 ماده الخبز ما جوش الاسعار تاعها. ماهيش موضوع الان. ماهيش موضوع، لكن ماده اساسيه للاستهلاك ويستهلكها الغني والفقير منها. نتكلموا على هذا الغلاء. هذا الغلاء انا نقول لك، وهذا المضاربه، المضاربه دارت على خاطر المواد المدعمه. يليق إعادة النظر في طريقة الدعم. لأن يستفيد من هذا الدعم حتى الأجنبي اللي عايش في الجزائر. ويستفيد من الدعم الغني أكثر من الفقير، لأن حتى المحروقات مدعمة. طيب. ولهذا طيب. أنا نقول قال لك إجراءات على الأقل نسرع الأمور باش القدرة الشرائية ما تتأثرش أكثر للجزائريين، وأنه هذه المواد الغذائية سريعة أو واسعة الاستهلاك على الأقل نحاول أنه ما نأثرش على الأقل قبل رمضان، وإجراءات ينبغي أن نسارع فيها. الضوء تاعنا كنقابة وكوطنيين احنا سنساهم فيما يخص هذا 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 رمضان ان شاء الله، سنساهم في تنظيم السوق. وحنا الضوء تاعنا توعاوي، الضوء تاعنا اسمعني احنا نغدو نوعو كل التجار تاعنا باش هامش الربح يكون معقول، باش يكونوا راحمين بينهم، باش تكون رحمه بينهم والموده خاصه في هذا الشهر. لكن احنا انا نتكلموا على كاع العام على خوه، ماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا هذه المناسبات نديروا سوق هنا ونعاودوا نقلعوا ديالنا مشاكل، ماذا بينا نخدموا بلادنا. سوق السمار اللي راه بوان نوار، نقطه سوداء في مدينه العاصمه، ولقينا له الحلول. لقينا رئيس البلديه وهو مشكور تاع 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 بيئتوتا. ايوه اعطانا 42 نقطه وقريبه للطرقوت وما هيش تاع فلاحيه، ما هيش تاع فلاحيه. قال هاكو باش تولي بمنفعه البلديه تاعي، هو انتيليجون. وعطانا بلون دي سيتياسيون بلون دو ماس، ودانا بلون سيتياسيون بلون دو ماس، ودانا حتى دراسات، وعطيناها المسؤول الاول تاع القطاع. يقول لك لا انا لقينا التأسين تفايت في السماء، يعني المشكل هو المسؤول هو تاع القطاع، والماء ما فايت تحت الارض. يا كل هذا وكل هذا الجوره عندك مشكل مع مسؤول القطاع. مسؤول القطاع عندي مشكل معاه. علاه؟ مشكل باسكو ضيعنا ما ينسقش معاكم. اهم ريحه اسكو انا نقول غير انا بلي ما نجحش. هو المشكل خلاص يروح هو تحلت مشاكل قديمه هذه. كانوا قدامه واحدين. انا 10 سنوات صحافه نفس القصص ونفس التبريرات ونفس نفس الاعداء في البطاطا في المواد الغذائية. كان سعيد جلاب ما كناش في هذا المشكل. كان بختي بالعايد الله يرحمه والله ما كناش في هذه المشاكل. اليوم هذه عامين المشاكل قصص قديمه سي بن شرف، المشاكل تتجدد. وين تنقولها الحل؟ نقعدوا حتى وين 50 عام باش نحلوا مشاكل؟ لا انا هنا جزائر جديدة، إرادة سياسية قوية باش نغدو ما هو أحسن. يا باغي نعطيك واحد رأي باش نقول لك بلي سان باباي، باش نقول لك احنا قلنا نخدموا بالبطاقة الإلكترونية وعطينا آخر أجل ديسمبر لو 31 ديسمبر 2021. الحق 31 ديسمبر ما داولوا القطاع. قال أجلوها 31 ديسمبر 2021 من 2020، قال أجلها 2021 زدنا عام ما داولوا. بالخطا قال اجلوها لجوان، وانا نتكلم لك من هذا المنبر نقول لك والله ما يدير والو من الجوان والله، ونتحدى اي واحد. المشكل لا. في مسؤول القطاع يقول لك السي جلال. شوف خويا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا انا نتكلم شوف يعني انا نتكلم على وضع لا اشخص الاشخاص. انا راني رايح نقول لك حاجه، ربما ننتقد القرار، ننتقدوا الحاجة اللي ما تكونش، ولو كان أنا نعتبر خيانة إلا كان اللي راني نشوف في حاجة في الميدان مش مليحة وأنا نضرب عليها. اسمح لي الصورة تكون صعبة إذا كان نحمل مسؤول القطاع هذا وكأنه هو يفعل كل ما يريد كل شيء كما يريد. أنا راح نقول لك حاجة، لا اسمح لي أنا راح نقول لك حاجة. هو يقول لك أنا أستشير مهنيين وأستشير جمعيات أخرى للتجار. أنا راني راح نقول لك لا شوف أخويا الراجل هذا ولد عائلة ونعرفه، كنت ندير معاه دي بلاطو كيما راني أنا ولد عائله وطني. اسمح ما نتكلموش على الشخص، خليني لا 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 ايجابا ولا سلبا، ما نتكلموش على الشخص. معليش اخرى افضل نتقدم الوقت. راني نقول لك خويا
انا راني نتكلم ننتقد اللي واللي مليحه راني نقول مليح. معليش شوف راني نقول لك باللي قانون المضاربه لا يختلف عليه اثنان لانه يضرب في ناس عايشه على ظهر الشعب الجزائري. ولكن انا واش راني نقول خويا، راني نقول مع السيد رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء كيتكلم على هذا القانون قال مع اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه الفلاحيه. لانه يا سيدي الفضل راه تكلم انا اليوم راني مريض، انا راني مريض كي وليت نحلل في الناس، وكاين الناس راهي تدير في الفوضى في القواعد في وسط الشعب، وصلوا يقولوا للناس ما تستوكوش راه راح يدخلوك من الحبس، كاين الناس باغيه تدير الاستثمار تاع الفروه ولا يقول له ما تديرش الفروه راك دير حاجه ما تدخل الحبس. عندي انسان يدير 70 قطار باش يدير 70 قطار تاع بطاطا راح دارها قمح وما حبش يدير البطاطا. انا واش رانا نقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وجيت هنا عندكم قلت اللهم اننا بلغنا، انا ما عنديش بلاد واحده اخرى نعيش فيها. راني قلت لك يا سيدي الفاضل قانون المضاربه لضرب المجرمين اللي راهم يضربوا في الشعب وراهم يضربوا في الاقتصاد مكاش اللي يختلفوا عليه زوج، مع اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه. وما ادراك ما الخصوصيه؟ تاع الفلاح اللي عنده 6 اشهر وهو يخدم لازم نديروا له الحمايه. وانا هنا من هذا المنبر باسم اخواني في اتحاد الفلاحين نطلبوا الحمايه من عند سيد رئيس الجمهوريه للفلاحين، لانه لسبب بسيط للديمومه نطلبوا التامين الامان. انا نقول لك باللي بعض الفلاحين اللي بلات بعض الادعايات المغرضه يخوفوا فيهم صبحوا ناس. انا مانيش باغي كل عام نفقد 10 و20 يخرجوا لي من السيركوي يخرجوا لي من الحلقه تاع الانتاج. انا رانا باغيين هذا الشبان فلاحين ولادهم نزيدوا ندخلوهم حتى صبحوا بعض الناس يقول له ما تخليش وليدك يخدم لا احنا رانا حابين دولتنا وما عندناش عليها، وحنا ولادنا والدينا زادوا في الفلاحه وعشنا فيها وما عندناش عليها. لابد من تحضير لو كليما دو برودكسيون مناخ الانتاج. انا مانيش باغي الفلاح نهار اللي يبغي يدير حاجه يبدا خايف لا. وهنا راني نقولها ونعاودها وطالب حمايه الفلاحين كي ينتجوا باه ما يخافوش باش الوتيره تاع الانتاج ما تحبطناش. سي حزاب بن شهره نعم. طيب مشينا في استراتيجيه ان نقلص فاتوره الاستيراد، قمنا بشبه حمايه للكثير من المنتوجات المحليه، اعطيناها الامتياز يعني في قطاعات ما فيهاش استيراد، لكن الاسعار زادت، اسعار محل منتوجات محليه تزيد، ولما تروح للتجزئه توصل للمواطن يشوف بان الرقم تغير كثيرا. ولا الحل يعني من اجل حمايه هذا المنتوج فاذا به يقفز الى اسعار خياليه ويصبح هو ومن المستورد كيف ان وجد المستورد اصلا؟ ما احنا بالنسبه لنا ما كاش حمايه منتوج تاع المنتوج الوطني، هذا غير سبب. يعني لما ما نستوردش ونخليك انت في السوق ماهيش نحمي فيك، ما نخليكش في السوق باسكو ما تلبيش طلبات السوق، عندك 20% من طلبات السوق وحنا محتاجين ديك 80%، كي تزيدها انتيا اون طاكس في كل القطاعات بما فيها هذا العجائن والمواد التحويليه والصناعات الغذائيه. لا أنا كلها انا نتكلم على المواد لابيمون لا شوسيو. لا انا نتكلم مواد غذائيه منتوجه محليا. المواد الغذائيه اللي راهي منتوجه محليا اللي يعني الصناعه التحويليه راهي لا ماتير بريمير. اسمح لي مليح لا باش نكونوا منصفين سي رضوان. الصناعه التحويليه الماده الاوليه اللي راه باغي يجيبها من الخارج راه يدير يفسد في المال العام، راهي مضمونه هنا. لا طوماط طيب. اندستريال كاينه، البطاطا لا بيريوج مع كاينه، العصائر. انا نطرح لك سؤال، لماذا حنايا لي جي العنب تاعنا يخسر في بومرداس وفي معسكر ويخسر اسمح لي المشمش والخوقي يقيسوا اصحاب المقاوس ومن بعد شهرين يروح يجيب لي الاكستريم من الخارج؟ اسمح لي خلينا ما نمشوش كذلك، راك تستغل الكلمه اكثر مني وانا واجب مني اني نعطيك فرصه. الجزائر لوكال انا يزيد لي تاكس يزيد منا يزيد من هنا، خاصه في لي برودوي اغيكول اللي هم كاينين موجودين هنا، لا ماتيير موجوده هنا. انا ماذا بيا يزيد في لي طاكس باش ما نجيبوهاش باسكو عندنا الاكتفاء الذاتي. انا راني نقول المواد اللي ما عندناش فيها اكتفاء ذاتي ومحتاجين المواد الاوليه باش يعني ندرس حاله بحاله وماده بماده حتى باغي نتكلم انا على التصدير. نتكلموا عن التصدير شويه لان التصدير هو سبب من الاسباب تاع الغلاء. التصدير كي نصدروا التصدير غير عقلاني عملي فات بالك على بالها خويا باسكو في الميدان تاع البطاطا
صدقنا هذه عام، صدقنا البطاطا المنتوج تاع واد سوف، صدقنا ليبيا ولا تونس، كان رمضان قايب في رمضان ما طاحتش البطاطا، كليناها ب 150 دينار وما طاحتش. إلي قاد التصدير يكون عقلاني حتى نشوفوا الاحتياجات الوطنيه ونصدقوا الفائض، مش يجي مسؤول قال صدق صدق صدق. وش الحديد صدقناه كان يسوى 600 الف، يسوى مليون و400 مليون و500، كل قاع الورشات حبست، ولاو دخلونا العمال في الشوماج. هذا ما هذه غير عقلانيه، ولهذا انا لازم نراجع هذه السياسه. اذاني مغشش لخاطش نبغي بلادي ومانيش باغي ندخلوا في حيط، مانيش باغي حتى نوصلوا انتباباس، هاني باغي دوك لومبلويور ديالنا العمال ما يسيبو ما يخدموا، لي شونتي يحبسوا كلش. علاش؟ باسكو كاين واحد قال حتى التجار ينتفضوا، يعني ماش عجبهم الحال، ماش عجبهم لي طاكس و ماش عجبهم الحال، ماش عجبهم. هو مهمته والربح في النهايه. باغي نسقسيك، التاجر كي تزيد على لي طاكس يليق له راس مال كبير، يليق له راس مال اكثر من هذاك، والبيع تاعه يجي ثقيل باسكو يولي بيع غالي، باسكو التاجر لازم يديها مهما كان. دونك مين تبيع له غالي يبيع غالي، وشكون اللي ضايع؟ مسكين المستهلك، المواطن البسيط. احنا انا نقول لهم ماشي بهذه الطريقه، راكم تحاربوا المواطن البسيط، راكم من تحت لتحت ديونا في قوانين اللي فريمون تهلك المستهلك. المطلوب رمضان على الابواب، الاسعار معلومه، نترك للمشاهدين هما يعلقوا عليها وهما لهم في السوق. الاعذار يقدمها الفلاح، الاعذار يقدمها التاجر، لا ما نقدمش الاعذار ارضو، يلا معليش الحجج، الاسباب اسيدي ها يقدمها، لكن الحوصله. انا واحد من الناس هذا الكلام سمعته منذ 10 سنوات، يعني نقدم نفس التحليل نفس الوعود، لكن للاسف الشديد السوق لا نتحكم فيه، ويترك غدا المستهلك لمصيره وجها لوجه مع الماده هذه. نتكلم عن المستوى المعيشي، نتكلم عن القدره الشرائيه. اللي قال له سيدي الكائن قال له فوز 31 دو ايكوتي ce que vous avez semé. وقال له celui qui sème le vent écoute la tempête. حنا نقولوا للناس اللي ما خممتش لهذا الوقت، ما خممتش باش تحمي المنتوج الوطني بياكم يفو، ما خممتش باش تخلي ما تخليناش في البو عادي نسخسوها، ما خممتش باش ما تزيدناش لي سومونس تاع البطاطا. هذا انا نخلصوا حاول هاو دي هاي دي هاو واحد تحسب بين خوين، انا نخلصوا من سوء التسيير تاع بعض من الاشخاص. معليش شيخ حزاب، لما ندرس ربما في مخرجات اجتماع مجلس الوزراء بانه تجميد كل الضرائب والرسوم لا سيما المفروضه على المواد الغذائيه، واننا نقتخذ كل القرارات حتى في النهايه انه المستهلك ما يتاثرش، ماذا يمثل لك ربما هذا؟ احنا في انا قلت انا في اراده سياسيه، في مجهودات على مستوى الحكومه، لكن في الميدان الناس اللي تجسدها في الميدان هم تعودوا على ديك الطريقه تاع اللي كانت لا 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 في الوقت الراهن لما قال حبس شويه الرسوم والضرائب خلينا نراجع الامور، لانه يبدو انه واش كنت تقول فيه جزء انه فيه ارتجاليه وانه ما ندرسوش الامور، ثم نحن الان امام حصيله، امام نتيجه، في اسبوع واحد شفنا كل القطاعات وشفنا كل المواد، الان نحن امام النتيجه. شوف سيدي الكائن، النتيجه قلت لك جات من بعد كنا ننتظروا في هذه النتيجه، وحنا تكلمنا اللجنه، نتكلموا بعدها سي لوكازيون باش نتكلموا على اللجنه البرلمانيه ولا النتيجه تاع اللجنه البرلمانيه. النتيجه تاع اللجنه البرلمانيه تكلمنا احنا انا في 14 ولا 5، وحنا كانوا يقولوا باللي هادو نقابيين، بالك ما همش متفاهمين مع القطاع، بالك منا هم يتكلموا ذا الكلام، كلام اللي انا نقول لك فيه ضوك خرجت به اللجنه البرلمانيه ايدت الكلام اللي كنا نقولوا فيه. دونك احنا ما كناش غالطين، احنا راني نقول لك احنا ضوك انا امام واقع، لازم نفوتوا هذا رمضان، لازم كلنا كرجل واحد سيد في الميدان الفلاحي، انا في الميدان التجاري، هادو الله يهدينا ويهديهم باش يخدموا كل واحد خدمته،
باش نعاونوا المواطن، لان المواطن في حاجه الى الاعانه، المستهلك ماهوش الحاج علالي امين وطني مكلف بالاعلام والاتصال باتحاد الفلاحين. لما اليوم نبادر قال والله هذه الرسوم وهذه الضرائب المفروضه على المواد الغذائيه وذلك نتريث نوعا ما ونجمدها ونحاول ندرس الامور من جديد، هل ممكن الاستدراك قريبا؟ انه رمضان على الابواب والناس يعني تشكي من ارتفاع اسعار المواد وتدني القدره الشرائيه، وهل نستطيع فعلا ان نتدارك في اقرب وقت ممكن ونعيد النظر مره اخرى كما تكلمت بحوار بالمصلحه الوطنيه وبان نرجع الامور الى نصابها؟ شوف اولا شكرا. شوف اولا كي تكلمت على الضرائب انا نقول لك باللي الفلاحين عبر التراب الوطني ما راهمش في النهارات متعرضين غير للضريبه، راهم في الرد راهم في الرد رسم يعني راهم يجبدوا لهم في الملفات تاعهم تاع السنين اللي فاتت يعني ويعاودوا يحاسبوا فيهم على المداخل تاعهم، هذه وحده. ولكن كاين ما نبداوش نديروا غير الامور السوداويه، احنا عندنا يومين ولا ثلاث ايام السيد الامين العام تاع الاتحاد تلقى مراسله من عند المدير العام. لا اسمح لي والله المدير العام على الضرائب، على الضرائب يا رضوان، على الضرائب. معليش معليش الضرائب نعالج موضوع يطرح لدى عامه الجزائريين. لا 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 راني رايح احنا في ثلاثه جزائريين. معليش حصل على النبي في واقع علينا نتصدى. راني رايح نقول لك على هذه القضيه تاع الضرائب اللي عندها تاثير ايجابي، يعني حتى اللي دار ضرائب بررها قال هاي اسبابها. معليش انا راني رايح نقول لك الاجراء اللي اتخذ مؤخرا المديرة العامة أنا ما نعرفش وجهها يا أخي، راهي غدوة من غدرانا في حوار معها لتسمع للفلاحين والظروف نتاعهم نتاع الأمور الضريبية، شيء إيجابي ما كانش كاين نقبل سبحان الله العظيم. على كل حال احنا واش رانا نطالبوا؟ راه عندنا مطلب أن هذ الفلاحين اللي راه عندهم ما لابد من مراجعة المنظومة الضريبية في القطاع الفلاحي. نحكي لك حكاية برك، إلا احنا في الجزائر اللي عندك تدخل المليار دير به البطاطا والاخر عنده مليار يبيع فيه الحديد والسيما وتخلصوا كيف كيف، الور كنت تدخل في البطاطا قادر تبردي قاعد رحمك وهو الحديد والسيما الا ما بقاتلوش الا تقعد وسطك تبقى له. اذا طيب اليوم انا واش راني تحتاج لتطمين 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 بقاتلنا 45 يوم ان شاء الله ربي يقدرنا، اللهم نجعل نكونوا من الصيام تاع سيدنا رمضان. الفلاحين بكل المقومات تاعهم مواله، اصحاب الدجاج، اصحاب الفلاحين اللي راهم في الخضروات والبطاطا والفواكه، لخاطر الفاكهه كي راهي باطل ما كاش اللي يهضر. شكرا لك شكرا لك، رانا راح نوجدوها ان شاء الله. أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال باتحاد الفلاحين حزاب بن شرى أمين عام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تشكي شوية أنه ما يسمعوناش. على الأقل نحن اليوم أمام تجميد الضرائب هذه والرسوم، نعيد النظر فيها بهدوء ثم شوف ننظر شوف ماذا يكون. باختصار ما زال عندك مشكلة مع المسؤول؟ لا سيدي الكريم، أول من هذا المنبر أن نحيي هذه المديرة تاع الضرائب لأنها أبواب تاعها مفتوحة وتحاول بكل الطاقم تاعها باش تحل المشاكل وعندها أذان صاغية، وهذه مبادرة من المبادرات اللي أنا نتكلموا عليها. شكرا لك شي حزب اسمعني شكرا. لكن بغي 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 نحييكم سي بغي سي انتهيت. أولا 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 أول اللهم بلغنا رمضان هذه الحاجة الأولى واللهم ارفع علينا هذا الوباء. امين. ونشكركم على الاستضافه والسلام عليكم. حتى الائمه صاروا يدعوا اللهم اهد التجار كذلك. ما شاء الله ما بلغنا رمضان. شكرا لك العز علالي. اللهم اهد الموازيين. حزاب بن شهره شكرا جزيلا لك وشكرا لكل من شاهدنا، اطيب المنى وفي امان الله. اما تطمئن